السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، اللهم أمين. ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا، مع بعض إن شاء الله في وصفة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد. إن شاء الله يا رب وصفتنا تعجبكم جدا جدا النهاردة، وبرضو وصفتنا بناء على طلباتكم. اتصلتوا بي على الهوى وطلبتوا مننا الهريسة، وكمان كتبتوا لنا على اللايف عايزين الهريسة الدمياطي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى هريسة بكل أسرارها وكل طرق نجاحها بأمر الله. إزاي تقدري تعمليها بمقادير بسيطة جدا موجودة عندك في البيت، وكمان تطلع معاكي ناجحة جدا. وهنطلع فيها النهاردة شوية أسرار كده تنجح لك الهريسة وتبقي أستاذة فيها بأمر الله. هي تعتبر بنت عم البسبوسة، بس تعتبر ايه، تعالوا كده نشبهها بنت عمها اللي شخصيتها قوية شوية. يعني البسبوسة بتاعتنا بتبقى طرية وناعمة، اللي هي البنوتة الرقيقة. طيب بنت عمها بقى الهريسة هي زيها بالظبط، ومن نفس العيلة ومن نفس الفصيلة، بس قوية شوية، قلبها جامد شوية. ده النهاردة اللي هنعرفه ازاي نعملها مع بعض تبقى جامدة شوية ومتماسكة في نفس الوقت. وبعد كده مش هنجيبها خالص من بره، هنعملها في البيت على ايدينا بأمر الله. اللايف يا جماعة عندكم على صفحة قناة هي على الفيسبوك، ادخلوا على اللايف يلا واكتبوا لي كل كومنتاتكم الحلوة، بنقراها مع بعض طول ما احنا شغالين أثناء الحلقة. وكمان التليفونات، أرقام تليفون هتنزل لكم على الشاشة، يلا على طول اتصلوا بيا، أنا في انتظار مكالماتكم وكمان الكومنتات الحلوة اللي بتفرح قلبي مع القلوب الحمراء اللي بتملى الدنيا سعادة وبهجة. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بسم الله. عندي نص كيلو سميد، يعني حوالي 3 كوبايات، يا إما كوباية المج بتاعت الشاي هنشوفه مع بعض، أو الكوباية المعيارية برضو اللي موجودة عندنا كلنا، فهيبقى 3 كوبايات اللي هو حوالي ما يعادل نص كيلو سميد. بعد كده عندي كوباية سمنة، نص كوباية سكر، كوباية جوز هند، وعندي حوالي 3 معالق كده أو نص كوباية مية سخنة، معلقتين عسل كلوكوز، وعلى الوش بنحط شوية بندق مجروش زي الجاهزة بالظبط. نقول تاني العجينة الأصلية بتاعتنا، نص كيلو سميد ما يعادل 3 كوبايات، كوباية سمنة، نص كوباية سكر، كوباية جوز هند، حوالي نص كوباية مية سخنة، معلقتين كبار عسل كلوكوز وممكن بداله الشربات التقيل، وكمان عندنا بندق مجروش للوش. بعد كده عندنا شربات الهريسة بيبقى تقيل، وتقيل قوي كمان، تقيل وبيبقى بارد والصينية بتخرج من الفرن سخنة. عبارة عن ايه بقى شربات تقيل؟ يعني على طول السكر ضعف المية، كوبايتين سكر هيبقى كوباية مية معاهم، وهناخد معلقة كبيرة عسل كلوكوز أو معلقة كبيرة برضو من الشربات التقيل، ورشة ملح علشان الشربات التقيل ده ما يسكرش معايا، وفانيليا. ده كده للسادة. طيب الحشوة بقى اللي هي المحشية، احنا عندنا الهريسة بتبقى نوعين، في السادة وفي المحشية. المحشية نفس العجينة ونفس الشربات ونفس كل حاجة، بس بيزيد عليها الحشوة في القلب، عبارة عن زبيب وجوز هند وسوداني، ولو فاض منك شوية بندق حطيهم كمان في الحشو مش هتقول لا. دي كده المقادير بتاعتنا، سهلة جدا جدا ان شاء الله وبسيطة جدا جدا. اول حاجة هعملها هنعمل الشربات التقيل، ياخد وقته على النار يستوي معانا وهنعرف ازاي دلوقتي، وفي نفس الوقت يبرد خالص على ما الصينية تكون استوت في الفرن تخرج سخنة ويكون هو برد. نعمل ايه؟ ادي الشربات. قولي. حاضر. يا سلام، ده الاستاذ هابي يؤمر، يعني هابي يعني سعيد يا جماعة، يعني الاستاذ سعيد عشان كده بنقول له يا هابي. ادي كوبايتين سكر هيتاخد عليهم كوباية مية ورشة ملح ومعلقة كبيرة عسل كلوكوز لو موجود عندك، وكمان عندنا فانيليا. نطبق بقى الكلام ده، يلا بينا. يا هابي انت تمام كده؟ انت زي الفل؟ في حاجة مضايقاك؟ انت سعيد يا سعيد؟ دايما اقول له كده، انت سعيد يا سعيد؟ بص يا جماعة، ادي كوبايتين السكر، بسم الله، حطوا كده في الحلة وعليهم كوباية مية، قلنا شربات تقيل يعني السكر ضعف المية، ننزل بالمية كده حركة دائرية. بقيتوا كلكم بقى شيفات محترفين وعرفتوا الكلام ده كويس قوي. بعد كده عندي معلقة عسل كلوكوز،
بنعمل ايه بقى؟ ادي المعلقه اهي عشان اعرف انزل الجلوكوز كويس، ببل كده المعلقه من الميه بتاعت الشربات كده بالشكل ده اهي. عادي يا سعيد لو مش باينه عندك انا ممكن اجيب لك الحله واجي اجيب لها لك عند العدسه فوق يعني ولا ايه؟ انت كويس؟ ادي كده نبل المعلقه كده ماشي، وبعدين نروح ننزلين بالعسل الجلوكوز فينزل معانا بمنتهى السهوله. الناس اللي بتشتكي ان عسل الجلوكوز بيبقى ايه رخم شويه في نزوله من البوله، اهو لازم المعلقه تبقى مبلوله، ولو حطيتيه في بوله زي كده لازم هي كمان تكون مطرحها ميه. وبعد كده ادي الفانيليا كله على بعضه كده من الاول، وطبعا اول سر معانا رشه ملح صغيره على الشربات ده ما يسكرش ابدا ابدا، يفضل معاكي كده حتى لو بتلي تاني يوم لتالت يوم رشه الملح تمنع التسكيره بتاعته. كده انا عملت الشربات، حلو الكلام؟ لا هنقلبه ولا هنيجي ناحيته ولا اي حاجه خالص. قولي لي يا منا بتقول لي نعمه كاتبه دلوقتي على اللايف بتقول لو ما عنديش عسل جلوكوز، وانا بقول المقادير قلت لكم البديل الشربات التقيل ده، اعمل الشربات الاول واخد منه بديل عسل الجلوكوز، ما عنديش اي مشكله خالص اعملي كده. وعلى فكره انا كتير في بيتي بعمل كده، بعمل الشربات يتقل واطفي عليه واسيبه بس يبرد ويهدى واخد منه في كل المقادير بدل عسل الجلوكوز. اظن مفيش اسهل من كده في الدنيا. اعمل ايه تاني يا منا قولي لي؟ اعمل ايه تاني؟ عداني العيب. دلوقتي بقى الخطوه اللي بعد كده، يبقى كانت اول خطوه معايا ان انا عملت الشربات وسايباه على النار براحته خالص. بعد كده دلوقتي بقى تعالوا نعمل الخطوه المهمه جدا، جوز الهند لازم يطرى معايا، لازم يبقى عامل زي العجينه. فهعمل ايه؟ هعاير الاول كوبايه جوز هند اللي هي عندي في المقادير. ادي كده كوبايه، بسم الله كوبايه مليانه كده اهي. وطبعا الهريسه معروفه بطعم وريحه جوز الهند. ادي الكوبايه اهي، عايرنا الكوبايه اهي مع بعض، والكوبايه دي كوبايه جوز الهند دي هحط عليها 3 معالق كبار حوالي نص كوبايه ميه سخنه من الكاتل. بسم الله كده، بس كده، وهقلبها شويه، عاملها كده زي العجينه كده. بصوا اهو، محدش يقول لي ايه ده دي عايزه ميه سخنه تاني دي، لا هم حوالي نص كوبايه على كوبايه جوز الهند، واقلبهم كده واسيبهم. كريمه، كريمه بتقول احلى حلويات، طبعا الحلويات الدمياطيه، انا دمياطيه وافتخر. ايوه بقى كريمه، طب يلا قولي لنا بقى ايه رايك في الهريسه بتاعتنا وخطواتها النهارده. بصوا كده يا جماعه اهو، ادي جوز الهند بيتشرب على طول الميه السخنه بالشكل ده. ممكن حاسه انا عايزه اضيف له شويه كمان، والشربات بيغلي عندنا وابتدى يغلي، مجرد ما الشربات يغلي على نار عاليه كل اللي هعمله هوطي عليه واسيبه يغلي لمده 4 دقائق، 4 دقائق من بعد ما غلي على نار عاليه. نقول كمان عشان دي تسويه الشربات، الشربات حطيته في الاول على عين البوتاجاز نار عاليه، غلي اول ما ابتدى يغلي اوطي واعدله كده بالساعه 4 دقائق يغلي على نار متوسطه بس، وبعد كده اطفي عليه واسيبه. طيب وهو سخن انا شايفاه خفيف، مالكيش دعوه، السكر اللي ضعف الميه هيتقل غصب عنه يعني، ولا يهمك، ما عندناش اي مشكله خالص. وادي كده يا ست الحبايب كمان جوز الهند اتشرب الميه واركنه شويه اهو، حلو الكلام، ماشيين مع بعض كده خطوه خطوه بامر الله. الشربات خلص وادي جوز الهند اهو، ودلوقتي هقدح كوبايه سمنه، معنى كلمه هقدح كوبايه سمنه يعني مش هقولك هنسخن كوبايه سمنه، لا ده احنا هنقدحها زي بالظبط بتاعت الكحك، كحك ست الحبايب كده زي ما عملناه قبل كده، وبنقدح السمنه وبنطش وكده بالسمنه،
هنعمل كده دلوقتي، وهو ده اصل القوام التقيل او القوام المتماسك قوي بتاع الهريسة، وفي نفس الوقت فيها طعم مميز عن البسبوسة بسبب طشة السمنة دي زي ما هنشوف مع بعض. عشان كده بقول لكم لا، ده احنا هنقدحها قوي ونص وتلات اربع كمان. يلا بينا نعاير كوباية سمنة. بسم الله. طبعا انا قصده ان انا اعاير معاكم كل حاجة قدامكم علشان تعرفوا. طبعا مش عشان مش واثقه فيكم يا منى لا سمح الله، تق تق تق، ده علشان بس المقادير تطلع مظبوط. وربنا عالم اللي في ضميري. لا لا يا منى ما تقوليش عليكم كده يا منى، لا لا يا منى لا. ادي نص وادي النص التاني، يبقى كده السمنه كوبايه. حلو الكلام. وهنخلي المعيار ده في السمنة عشان لسه هنعمل تاني صينية تانية للي هي بقى المحشية. وبعد كده دلوقتي بقى نشغل عين البوتاجاز على السمنة دي تتقدح معانا اهو. يا ام ادم اهلا وسهلا. يا صباح الفل يا شفاء. صباح النور، ازيك يا ام ادم؟ ايه يا قلبي؟ الحمد لله. ازيك انت يا حبيبتي؟ ما بين ايديك يا رب. حبيبه قلبي تسلمي. احلى هريسه دي ولا ايه؟ ان شاء الله تعجبك جدا يا ام ادم وتنفذيها بمنتهى السهوله. دايما والله يا شفاء تعبينك معانا، ربنا يديك. لا لا خالص والله، تعبكم راحه يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. الله يخليك يا قلبي، الله يخليك، نورتيني يا حبيبه قلبي، اشكرك. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. سهله وسريعه جدا. ادي طبق كبير اللي هعجن فيه على ايديا. هاخد من السميد، كيس السميد اللي هو كيلو، هاخد منه معيار 3 كوبايات مليانين. بسم الله اهو. ادي كوبايه، بسم الله. ادي الثانيه، ادي الثالثه. 3 كوبايات سميد، وهيتحط عليهم بالظبط نص كوبايه سكر. ناخد كده السكر نعاير نص كوبايه اهو. اظن ان مفيش اسهل من كده ولا اظبط من كده. كل حاجه معاكم قدامكم اهي. 3 كوبايات سميد اتحط عليهم نص كوبايه سكر، اقلبهم كده في بعض كده بهذا الشكل. حلو كده. وبعدين هجيب بقى جوز الهند اللي هو ايه، اتشرب الميه وطري جدا معايا. احط كده جوز الهند كده معاهم، ماشي. وننزل كده اللي في المعلقه. عندنا السمنه بتتقدح والشربات كمان شغال، الله ينور. والسمنه اهي ابتدت تسخن معانا، بس انا مش عايزاها تسخن، انا عايزاها تتقدح قوي. وتعالوا بقى دلوقتي نقلب كل ده في بعضه كده اهو. بصوا جوز الهند لسه دافي شويه، شوفوا بقى شكل الخليط، تحسي ان شكل الخليط كده ايه، لذيذ كده، شكل الخليط كده يفرح. بصوا بسم الله بالشكل ده كده يا جماعه. الخليط اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سميد وسكر وجوز الهند اللي عجناه بميه سخنه وركناه شويه، التلاته كده على بعض اهو. اول كده ما بتبسيه بايديكي كده على طول كله بيدوب في قلب بعضه، ولا كان جوزة الهند دي كانت محببه كده، ولا كانت عامله زي عجينه، ولا حاجه خالص، على طول فرولت مع السميد والسكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هعملها بقى كده عشان تستقبل السمنه المقدوحه. نحن الان في انتظار ان السمنه تتقدح معانا. قولي لي. لا قولي لي تاني معلش. سميد وجوز هند ناعم وخشن، وبعدين يعني لا، في جوز هند خشن واسمه رزه، بتبقى الجوز الهند ناشفه شويه كده واكبر شويه، وفي جوز الهند الناعم. فاحنا هنا دايما في الهريسه المفروض ان احنا بنستعمل الخشن اللي هو الرزه ده. انا ما لقيتش جبت الناعم، بس خلاص في البيت انت يلا يعني اشتغلي. انت مثلا مش محل حلواني بقى لازم يقفوا لك بالمسطره تقولي ايه، فلا عادي يعني، عادي جدا يعني، استخدمي اللي موجود عندك. بصوا السمنه تتقدح معانا. اعرف ازاي بقى انها اتقدحت كويس قوي؟ هاخد كده رشه صغيره من السميد اللي عندي وهنزلها في السمنه.
لو عامت على الوش وفارت معاها يبقى اتقدحت، لو نزلت لتحت يبقى لسه شوية. تعالوا نعمل ده. معلش يا سعيد ده هنتعبك معانا، معلش. بسم الله اهو كده. ايه اللي حصل؟ بتفور اهي على الوش. الله عليك الله عليك الله عليك يا استاذ احمد، مش سعيد، الله عليك يا استاذ احمد. مؤمن كمان، الله ينور يا عم مؤمن. بصوا اهي كده تمام، فارت معايا واختفت، هي كده اتقدحت تمام. بصوا بقى عشان تبقوا عارفين انا هعمل ايه دلوقتي. انا عندي كوبايه سمنه، هاخد 3 ارباع اللي في الكازرولة معايا دول هطش بيها السميد، والربع الباقي بره كده لوحده هروح مدوبه فيه معلقه عسل كلوكوز واكمل بيها. بس انا لازم اخد طشه السمنه في الاول، هي دي الهريسه، هي دي الطعم الهريسه الاصلي والتماسك بتاعها. تعالوا نشوف هنعمل ايه. نطفي النار. امتى الكلام ده؟ لما اتاكدت خلاص ان السمنه اتقدحت بالحركه اللي شفتوها دي. يلا بينا بقى الطشه الحلوه. بسم الله. بص بقى يا استاذ احمد كده، شوفوا الفوران، بصوا زي الكحك بالظبط اهو، خدت كده ومبقيه هنا معلقه اهي زي ما استاذ احمد جايبها لكم كده. بس كده انت كده وصفتك ناجحه بامر الله. هنا بقى السمنه اللي باقيه. ليه يا ولاد فيها ميه كده؟ ليه تبهدلوا ايديا كده وانا شغاله؟ شكرا. ما هو لا مش انت يا استاذ احمد، الحلوين اللي عندنا مرفودين، هم قاصدين يلسعوني على فكره. بصوا كده، بصوا ادي معلقه العسل الكلوكوز في بقيه السمنه، افضل اقلب كده لغايه ما تدوب تماما من في سخونيه السمنه. بصوا لسه ما دابتش، كل ما اطلع المعلقه كده الاقي لسه فيها عسل كلوكوز يبقى لسه ما دابتش، افضل اقلب تاني اهو لغايه ما اجي اطلع المعلقه كده الاقيها فاضيه. بصوا اهو لسه برده لسه 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 لسه، بس على طول هو مش هياخد وقت، ابتدى خلاص يسيح جوه سخونيه السمنه اهو. تاني يا جماعه ما عنديش عسل كلوكوز، هاخد من الشربات اللي عملته. بس كده يا ست الحبايب، يلا بينا على الخليط بقى على طول. بسم الله. بصوا اهو، بس الطشه الاولانيه هي كانت سخونيه السمنه، ودي اهم حاجه عندي دلوقتي. بقى بمعلقه ما تحطيش ايدك لان السمنه سخنه جدا جدا فمسخنه الخليط، فانا بمعلقه الاول وهفضل اقلب كده لغايه بس ما يبقى الخليط دافي، وبعد كده هنبسه بايدينا. يلا بينا. بسم الله. قلب كده اهو لسه سخنين. بصوا نفس نظريه الكحك بالظبط، كحك امهاتنا نفس الحكايه، طشه السمنه على الكحك، وبرده نفضل نقلب بمعلقه خشب كده لغايه بس ايه ما درجه حراره الخليط تهدى. وهوريكي دلوقتي علامه تعرفي بيها الخليط بتاعك مظبوط ولا محتاج سمنه تاني. هوريكي دلوقتي بس ايه سخونيته تهدى. طب زي الفل اهو، ابتدى يبقى زي الفل تمام. الحتت بس اللي فيها السمنه مترسبه دي سخنه قوي. بصي اهو. بس يا ست الحبايب نشيل ده ويلا بينا بقى بايدينا بسيها كده او افركي كده بالشكل ده كده. ريحتها بقى بتطلع حلوه قوي، ريحه جوز الهند اللي بتتقدح مع السمنه السخنه دي بتديكي ريحه وطعم للهريسه. اللهم بارك. في فرق بينها وبين الهريسه الاسكندراني؟ اه، دي عجينه ودي عجينه، دي حاجه ودي حاجه. النهارده احنا بنعمل الهريسه الدمياطي عشان حبايبنا اللي سالوا عليها النوعين بتوعها، بنعمل الساده وبنعمل المحشيه. بصوا المقادير اللي قدامي دي صينيه، يعني انا دلوقتي هعمل تاني نفس كل اللي انا عملته ده، هعمل تاني اللي هي بقى ايه المحشيه. شوفوا. طيب تعالوا بقى كده ايه نختبر مع بعض الخليط اللي قدامي ده محتاج سمنه ولا تمام. اجيب بقى صينيتي واشتغل. هعمل ايه بقى يا ست الحبايب؟ هاخد شويه كده كف ايدي واتك عليها قوي وافرد ايدي وهزها، اتكسرت او فرولت يبقى هي محتاجه سمنه تاني. طب انا شايفه ايه؟ انتوا شايفين ايه؟ سعيد انت شايف؟ انت معانا يا سعيد؟ انت شايف ايه؟ اهي متماسكه اهي. سعيد يا سعيده ومؤمن، والله مؤمن جايبها لنا كمان اهو. اهي شايفين متماسكه ازاي؟ خلاص معنى كده ان الخليط بتاعي هيبقى متماسك وزي الفل. بصوا بصوا بفرولها بالعافيه اهي، يبقى هي كده خلاص مقاديري على الشعره، مقاديري زي الفل.
مش محتاجه اي حاجه تاني يا جماعه. حلو قوي الكلام ده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب صينيه وهندهنها سمنه وبعدين نكبس الخليط ده كويس. نمشي مع بعض خطوه خطوه. انا عندي صينيتين اللي هم ايه، واحده بحط فيها وواحده بكبس بيها، هوريكم ازاي دلوقتي. ادي الصينيه اللي هنشتغل فيها، بسم الله، دي اللي هنشتغل فيها وهندهنها سمنه. عايزين نجيب فرشه فرشه فرشه، بسم الله، فرشه اهي، ندهن كده من السمنه اللي عندنا في المقادير. الهريسه دي بقى ايه، لو عندك سمنه بلدي تبقى حكايه بقى. بصوا كده، يلا السميد الجاهز اللي عليه اضافات. لا لا ما ينفعش طبعا معانا حبيبتي ايمي بتسال، ينفع السميد الجاهز اللي هو عليه اضافات؟ لا طبعا ما ينفعش، السميد الجاهز بيبقى عليه بيكنج باودر تنفش منك وتفور في الفرن وتبقى شغلانه. احنا بنجيب السميد السايب من عند العطار. بصي بقى كده، حطي كده، كل ده لسه هيتكبس دلوقتي، سيبيها بقى ايه هايشه كده براحتها. دلوقتي هنكبسها، ننزلها كلها لتحت. عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي، الريحه بجد جميله ما شاء الله عليها، تعجبكم جدا جدا. شيل بقى ده كده، وبعدين نظبطها بقى كده. يلا ام محمد بتقول لي حبيبتي يا شيف هاله تسلم ايديكي، تعالي عندنا افتحي محل هريسه. ايه كلهم هيروحوا. طب ليه قطع الارزاق ده؟ سيب الناس تسترزق. حبيبتي يا ام محمد الله يخليكي. بصوا بقى كده، انا بوزع بس بكف ايدي، بس انا لسه هكبسها بالصينيه الثانيه دلوقتي، فالصينيه الثانيه هتوزعها اكتر. يعني انا مش ده التوزيع الاساسي، انا بس بحس كده بكف ايدي فين الحته التخينه الحته الرقيقه، هوزعها كده الاول اهو. بصوا، واهم حاجه فيها عشان مقاديرك مظبوطه، ان مجرد ما بتدوسي عليها بكف ايدك بتنعم وبتتماسك كده بالشكل ده، دي برضو علامات نجاح العجينه بتاعتك ومقاديرك اهو. يا جماعه شايفين بقى الجمال ده، عسل. نجيب بقى شويه بندق، بسم الله، ناخد كده شويه بندق كده في كل حته، نشيل بس الحتت الكبيره دي عشان انا بس ايه ما كسرناهوش بضمير، فمعلش كده في كل حته. ممكن بندق متقشر، ممكن بندق عادي. لما تبقى الواحده سليمه كده عجباك انت الحكايه، ان البندقيه تبقى سليمه دي. طبعا طبعا. بصوا خدوا كده بندق سليمه اهو عشان خاطر استاذ احمد، يلا عشان هو حابب فكره البندقيه السليمه. ممكن سوداني، ممكن اي مكسرات عندك، ممكن من غير حاجه خالص، يعني عادي، يعني مش عشان حطينا بندق يبقى لازم ما ينفعش ناكل الهريسه من غير بندق، لا ناكلها باي حاجه عادي جدا، اللي موجود عندنا الجوده بالموجود. ايوه بقى، منى بتقول لك فطروا منها الصبح. ماشي يا منى. طب حد يجيب لي حته، طيب يعني انا اقعد اعمل في النسخ من بالليل والاخر كده ما حدش يعبرني كده، شكرا قوي. اصل يا جماعه الهريسه دي عشان تعرفي تستمتعي بيها وتاكليها كويس وتبقى متماسكه، اعمليها من بالليل وما تجيش ناحيتها، غطيها وسيبيها لتاني يوم. تاني يوم بقى بتبقى متماسكه وشربت شربتها، لان هي تقيله شويه ما بتشربش الشربات في ساعتها، هي مش زي البسبوسه، هي تقيله في الشربات بتاعها. بصوا بقى كده، ادي الجمال بتاع، بس طبعا لسه ما اتكبستش، انا مجرد بس برتب البندق كده على وشها، بس لسه هنكبسها دلوقتي، بوريكوا بس المنظر كده. خليكي فاكره ان احنا مش بنعمل بسبوسه. ودي ام عمر واقفه يعني يرضيك المنظر ده يا استاذ احمد، يعني لما اتلفت كده الاقي ام عمر ماسكه صينيه واقفه تاكل فيها، يعني انا اعمل النسخ وهي عماله تاكل فيها؟ ماشي يا ام عمر. والله والله يلا تعالى تعالى لها. بصوا كده بقى، بنجيب صينيه تانيه وبنكبس بيها، يعني بحط دي على دي كده واتك كده
اهو بالشكل ده، اكبسها اكتر واكتر اهو. ده بقى شغل الحلوانيه بقى كده، بصوا اهي بهذا الشكل، بسم الله. بصوا بقت حته واحده، شايفين تمسكت والبندق خلاص بقى حته واحده، وزي ما انتم شايفين القمرايه بتاعتنا دي اللهم بارك عليها. ادي جمال الهريسه بتاعتنا النهارده، ولا كلمه. هندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه على الشبكه، مش درجه حراره عاليه. لازم تاخد حقها في ايه؟ مش في السوى، في التحميص. لازم تتحمص هي، غير البسبوسه. البسبوسه بتدخل على درجه حراره عاليه عشان تطلع طريه. النهارده الهريسه بتاعتنا بتبقى متماسكه قاسيه شويه، فبتدخل الفرن على 170 او 180 مش اكتر من كده. ندخلها الفرن. تاكلنايه برضو؟ لا، ما احنا عاملين لك مستويه بقى، ما تقلقش. يلا يعني شوفوا شكلها. هندخلها الفرن. يلا يلا نظبط بس الحروف الحلوه دي كده، ويلا على الفرن على الشبكه على درجه حراره 170 180 مش اكتر من كده. بتاخد وقت شويه، بتاخد لها نص ساعه، بتاخد اكتر من كده. لو انا لقيتها لسه ما استوتش يا استاذ احمد، والله دي الإضاءة اللي مغمقاه، والله لسه نية. لو من تحت احمرت والحروف احمرت تمام، ولقيتي الوش لسه مبيض شوية، اطفي وشغلي عليها الشواية تكمل بس تحمير. يعني علامة السوا بتاعتك ان الحروف بتاعتها تحمر. لو لسه بيضا نولع الشواية خمس دقايق، هتاخد لون في منتهى الجمال. نقفل عليها ونسيبها ونطلع فاصل بقى، ونرجع نعمل مع بعض المحشية دي السادة. نعمل بقى مع بعض المحشية ونشوف الحشوة بتاعتها هنعملها ازاي مع بعض. فاصل قصير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى بعد ما عملنا السادة، السادة هي اللي بتحط على وشها بندق، ودخلناها الفرن. دلوقتي هنعمل المحشية. المحشية بيبقى وشها من فوق سادة، يعني هما عكس بعض بالظبط. ايه الحشوة بتاعتنا؟ انا عجنت عجينة ايه في الفاصل، نفس اللي عملناه في الاولانية بالظبط. دلوقتي هنعمل الحشوة مع بعض. الحشوة عبارة عن زبيب، ده الاساسي بتاع الحشوة بتاعت الهريسة، وكمان سوداني او اي مكسرات. وانا فايد عندي شوية بندق، هاخدهم كده برضو مع الحشوة. وطبعا الاصل بتاع الهريسة شوية جوز هند. عندنا بقى سر هيظهر هنا، سر بقى خطير، اللي هو ايه؟ لما انا الف الحشوة دي كده، الحشوة دي مفرولة يا جماعة، لما احطها جوه الهريسه واجي اقطع منها الحشوه دي هتجري. عارفين تمسكي الحته كده تلاقي الحشوه عماله تقع من كل ناحيه. طب ايه الحل؟ فكروا معايا اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه علشان الحشوه ما تبقاش مفروله معايا كده، وتبقى متماسكه زي الهريسه الجاهزه المحشيه، بتبقى هي والحشوه حته واحده. حل بسيط جدا. شاطره يا روان. هناخد شوية كبشة كده من العسل اللي عملناه، برافو يا روان والله، ونحط كده على الحشوة بس خلاص. شكرا، هيتماسك معايا وهتبقى زي الفل. هنجيب معلقة بقى ونقلب كده الحشوة، تتشرب العسل، تقفش في بعضها. دي بقى عمرها أبدا ما تفك مننا، تفضل متماسكة زي الفل أهو كده بالمنظر ده. اهو بصوا لو دوست عليها كده بالمعلقه، شايفين متماسكه ازاي؟ مسكت ازاي؟ قفشت اهي اهي. وكمان الشربات بتاعنا يعتبر لسه دافي، يعني لو الشربات كان برد هتلاقي دي قفشت اكتر واكتر كده. خلاص انا جهزت الحشو، يلا بينا بقى. نفس الحكايه زي ما عملنا في الاولانيه، ادي الصينيه مدهونه سمنه. الحشوه اللي انا عملتها هقسمها نصين بالظبط، ادي نص وادي نص، وهاخدها كده واحطها في الصينيه. اللهم بارك. شوفوا عامله ازاي متماسكه وطريه ازاي، شايفين مقاديرنا ولا كلمه اهو. وبعدين هوزع بقى الطبقه دي بالشكل ده كده. بصي كل ما بتدوسي عليها كل ما بتتماسك اكتر وبتنعم ريحتها يا جماعه جميله. عايزه اقول لك حركه قدحه السمنه دي مع جوز الهند، لا لا لا، بتديها ريحه وطعم في منتهى الجمال. هتقولي جاهزه ايه بس اللي كنا بنجيبها مع الجمال بتاع النهارده ده؟ بصوا شوفوا تماسكت ازاي اهي.
لو قلبت الصينيه دي ولا هيحصل لها اي حاجه. دلوقتي بقى نروح جايبين الحشوه ونحطها عليها ونفرد بقى كده. بصوا ازاي في كل حته بالشكل ده اهو كده. وزعي كده معاها. بصي طبقه الحشوه، شايفين الجمال؟ بصوا الحشوه قفشت ازاي مع الطبقه اللي تحت، ولا كلمه، ما شاء الله. اهو يا جماعه، بس يا ست الحبيب، بصي بصي مسكت ازاي علشان الشربات اللي حطيناه. بعد كده هروح جايبه النص التاني كده من فوق، وبرده هروح موزعاه كده عليها. هنا بقى مش هنكبس قوي زي ما كبسنا في الصينيه الساده، يعني هنا هنكبسها بصينيه تانيه، بس الضغطه هتبقى قليله عشان الحشوه ما تنزلش في الطبقه اللي تحت، يا دوبك ايه ضغطه بسيطه كده. هوريكي دلوقتي ازاي. نوزع كده. يا مدام مها اهلا وسهلا. كل والهنا والياسمين يا سيدي حبيبه قلبي، صباح السعاده على عيونك يا مدام مها. يا حبيبتي وحشاني والله. والله وانتي، وبحب اسمع صوتك على النور بقى. النور هعمل ايه بس، معلش تبقي معانا على اللايف بقى ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. ايدك على الهريسه الجميله دي، ربنا يجعلك ميزان حسناتك يا رب. يا رب يخليك يا مدام مها، ما تحرمش منك. الصحه والعافيه كده يا رب. الله يخليك يا حبيبه قلبي، نورتيني يا حبيبتي. بصوا اهو كده، شايفين بوزعها ازاي كده. وبرده نفس الحكايه، هجيب صينيه بس الضغط هتبقى ضعيفه كده بالراحه كده اهي كده، اللي هي الغرض منها بس ان هي توزع لي بس الهريسه، تخليها كلها زي بعضها. اظبط بقى الحروف، وادي كمان الهريسه بتاعتنا المحشيه. المحشيه ما بيتحطش على وشها حاجه، السادة هي اللي بيتحط على وشها بندق. الصينية اللي في الفرن يا أستاذ أحمد جهزت معانا، استعد معايا. بسم الله الله الله، يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ايه الجمال ده، انا عاملة شربات برد، الصينية خارجة سخنة اهي والشربات بارد. هروح على طول نازلة بالشربات كده عليها. بسم الله بالشكل ده. بصي بقى دي عشان قاسية شوية بتاخد وقت على ما تشرب الشربات اهي. سيبيها بقى كده مع نفسها، تبص ليها بالراحة خالص، شربت لك الشربات الجميل ده، ابتدت الحروف عمالة تتشرب اهي. تشرب كده الشربات ده كده وتغطيها، ويا ريت لو تقدري تسيبيها لتاني يوم، تحفة بقى. تبقى متماسكه وشربت شربص الحروف، هي ابتدت ايه عماله تشرب، هي عماله تتشرب. لو سبناها بس دقيقتين هتتشرب، غير البسبوسه. شايفين جمالها ايه؟ الله الله الله، ولا كلمه يا جماعه. ادي الهريسه الدمياطي بتاعتنا النهارده ما شاء الله عليها. وبعد ما تشرب الشربات كله ممكن تديها شويه شربات كمان، غطيها وسيبيها. طب انا مثلا ايه هعملها النهارده وعايزين ناكلها النهارده، هتسيبيها ساعة ساعتين تريح بس وتشرب شرباتها براحتها خالص، وتبقى زي العسل. دي كده الهريسة بتاعتنا. نطلع فاصل ونرجع بقى نجيب الهريسة الحلوة اللي عملناها من امبارح، ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي، ونقدمها سوا مع بعض. فاصل قصير بس. بعد الفاصل زي ما انتم شايفين كده، الهريسة اللي انتم شايفينها دي معمولة من بالليل، بتتغطى بعد ما بتسقيها بالشربات، بتتغطى وتسيبيها تبات من بالليل، تديكي نتيجة احسن بكتير. او على الاقل لو انا مستعجلة عليها زي ما قلتلك اعمليها واركنيها ساعة ساعتين، بس لازم برضو تتغطى وسيبيها تشرب شرباتها براحتها، لان دي شرباتها بيبقى تقيل جدا جدا، وكمان دي قلبها قاسي شوية، ماسكة شوية عن البسبوسة. البسبوسة بيبقى شرباتها خفيف خالص، وكمان هي بتبقى ناعمة، فأول ما بحط الشربات على البسبوسة بتتشرب على طول. دي لأ، دي العكس، دي تقيلة شوية وشرباتها طبعا بيبقى تقيل جدا. دي المحشية. الله ينور الله ينور يا عم سعيد، يا عم هابي الله ينور عليكم جميعا والله. دي المحشية اهي من جوه، والسادة اللي هي بالبندق اهي قدامي زي ما انتم شايفينها كده،
لونها جميل ما شاء الله، وحتى الساده كمان لونها حلو قوي، وزي ما قلت لك بتدخل الفرن على درجه حراره متوسطه على ما تستوي من تحت ومن فوق وتاخد اللون الجميل ده. علامه سواها من تحت الحروف، الحروف احمرت يعني استوت من تحت، اشغل عليها الشوايه تاخد بس اللون من فوق. الف هنا وشيفا ليكم جميعا، مستنيه تطبيقاتكم الحلوه على الصفحه عندي الشيف هلا فهمي بالعربي اللي جنبها العلامه الزرقاء او التوثيق على الفيسبوك. يلا بسرعه نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض، فاصل قصير بس اوعوا القناه. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، عشاء الحلويات اين انتم؟ اجمعوا معايا هنا، وقفوا معايا في صفي علشان في خناقه دلوقتي. لا انا جاي معاك، انا جاي معاك، جاي معايا، جاي معايا. ما طبعا الحلو القمر لازم يكون من عشاء الحلويات، يعني مش عارفه. دكتور هبه العوضي الجميله، الجميله بتاعتنا النهارده دكتور هبه العوضي، بجد جميله الجميلات ما شاء الله عليها. ما عندهاش مشكله، انتوا بتحبوا الحلويات هتاكلوا حلويات، انتوا مش عارف اليوم كله ما بتعرفوش تاكلوا غير بالليل، انا هظبط لكم الدنيا دي. حد جميل وبسيط ودايما بنقول عليها الدكتوره الانسانه. تعالوا بقى نشوف النهارده هتعمل لنا ايه الدكتوره بتاعتنا النهارده في الجريمه اللي احنا عاملينها دي. ازيك يا دكتور؟ صباح الفل، صباح العسل. احنا جايين نرازي الدهون، جايين نزعلها والله العظيم. انا جايه النهارده بالكورس جبار للحرق كده، جايه ازعل الدهون ايا كان وضعها في جسمك، حتى لو متجمعه، حتى لو مفروده في كل جسمك، انا جايه النهارده ازعلها واحرقها. اي سعرات هتاخدها من البسيسه، الهريسه، الهريسه، هريسه، بسيسه، بسبوسه، ايوه ما اقرب، الحلويات كلها اللي في الدنيا، عشاء الحلويات ما بتفرقش. عشاء الحلويات، وانا من عشاء الحلويات ومدمنين الحلويات للاسف، بس عشان احجم شهيتي واحجم رغبتي للحلويات اكلها بشكل طبيعي ومعتدل، يبقى لازم امن نفسي بكورس يتقنن معايا الشهيه ويسيطر على معدتي. وخصوصا بكلم الناس الاكيله اللي بجد بجد مدمنين طواجن وحلويات واكل بالليل، اللي بنسميهم الاكيله، انا جايه اقف صفهم النهارده اقفل لك الشهيه من اول يوم، مش هتستنى تاني يوم، اول يوم. وتحدي كورس النهارده، تحدي 15 كيلو في الشهر. 15 كيلو النهارده، بس مش هنقول 15 كيلو في الشهر ونسكت. لازم نوصل الكلام، ما ينفعش اقطع الكلام. 15 كيلو في 30 يوم في شهر وانتوا بتاكلوا كل حاجه بالظبط من غير حرمان. دي مهمه جدا، دي يا دكتور اللي هتخلينا دلوقتي على طول نتصل، هتخلينا على طول نقوم دلوقتي، ارقام التليفونات اهي، نتصل. انا هنزل 15 كيلو من وزني في شهر وانا باكل كل حاجه، هتحول لانسان تاني في شهر بكبسوله من غير حرمان. كبسوله بتاخدها بعد ساعتين، شعور بالشبع يخليك تاكل طول النهار نقنقه عصافير، مش قادر تهجم، مفيش شراهه، مفيش شهيه مفتوحه، خلاص المعده اتكممت بشكل طبيعي، والكبسوله دي اصلا بتتعامل بشكل طبيعي جوه المعده، بأليافها الطبيعيه، تنفش كده لما تشرب ميه وتقفلي ثلاث ارباع حجم المعده وتسيب لي جزء صغير اتنفس واشرب واكل منه. بسرعه يا جماعه، عايزين كلنا ناخد القرار دلوقتي على طول، واحنا قاعدين قدام الشاشه، ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه، اتصلوا على طول على اي رقم من الارقام، وكل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، وكمان عندكم صفحه الفيسبوك هتنزل لكم اهي قدامكم على الشاشه. دايما بنقول يا دكتور مش هناخد، مش هنطلب النهارده الكورس بتاعنا من اي صفحه تانية حتى لو عليها فيديوهات الحلقه. بالظبط، الصفحه الوحيده والرسميه اللي قدامكم على الشاشه، والارقام الوحيده. ليه انا بننوه على الموضوع ده وبنتك عليه كل مره؟ لان الارقام دي يا جماعه هي الارقام الوحيده اللي بيتم من خلالها صرف المنتج الاصلي بالعلامه المائيه، بترخيص هيئه السلامه والغذاء، بالمتابعه الطبيه المجانيه اللي بقدمها مع الكورس خلال فتره ما انت بتاخد الكورس او خلال فتره ما انت بتخس. انا بكون محوطاك، عامله مصيده على الدهون وعلى شهيتك المفتوحه، اكبر سببين بيخلونا نزيد في الوزن. النهارده كورس تحدي ال 15 كيلو، وبعد طول انتظار رجعت عرض قديم قوي كلكم سألتوني عليه، اللي هو شهرين بسعر شهر واحد فقط.
شهرين بسعر شهر واحد فقط، علبتين من الكبسولات تقضي الستين يوم، عندي حقنتين من الحرق بيقضوا برضو ستين يوم، باخد حقنة في الشهر تشغل وتسرع معايا الحرق، ومعايا القهوة الخضراء مسؤولة عن زي ما تقولوا راحة الجهاز الهضمي، وان هي مضادة للأكسدة وتريح القولون، غير ان هي بتحرق خمس أضعاف عن الوضع الطبيعي، ودي قهوة خضراء بيور. ده بوكس تحدي 15 كيلو لمدة ساعتين بس، نازل ان سعر الكورسين بسعر كورس واحد فقط. حلو، يعني النهاردة انا معايا كورس وعليه كورس تاني هدية، هدية لمدة ساعتين، ننتهز الفرصة لمدة ساعتين يا جماعة. ساعتين من اول امتى يا دكتور؟ يا نهار ابيض، يعني هتفرق العشر دقايق من ساعة ما الحلقة تنتهي. حلو قوي، يبقى احنا نلحق بقى دلوقتي قبل ما الساعتين اصلا يبتدوا. خليكم ناصحين النهارده، احنا معانا العرض اللي ما بيتكررش كتير، البوكس عليه بوكس تاني، الكورس عليه كورس تاني، شهرين ممكن انزل فيهم بفضل الله 30 كيلو من وزني. 30 كيلو ده احنا يعني عارفين بنعصر نفسنا عصر كده عشان كيلو بالظبط. انا لو طلعت على الميزان لقيت نفسي نزلت كيلو على الفرح اللي بنعمله، فانت متخيله 30 كيلو النهارده بالظبط. والكورس العظمة في الحرق ده مخصوص لحرق الدهون، حلو قوي، مناسب جدا لأصحاب الأوزان التقيلة واللي قاعدين على كرسي متحرك والفراش والناس اللي هو كبار في السن، قصدك اللي ما بيتحركوش، اللي ما بيتحركوش تمام، زيرو حركة جدا، ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا بكلم الحالات المعقدة جدا اللي مش عارفة تخس لأنها ما بتتحركش، ده كاتيجوري أو دي طبقة من الناس. الطبقة التانية الناس اللي عندها خمول غدة درقية، والناس اللي عندها أعراض مقاومة الأنسولين وفيتامين د ناقص عندهم، والست اللي شايلة الرحم أو عندها مشاكل في الرحم، والراجل أو الست اللي شايلين المرارة أو في مشاكل في المرارة، العوامل دي كلها بتوقف الحرق، مخليها زيرو، مخلية وزني على الميزان ثابت، ببذل مجهود رهيب عشان أخس ومش عارفة أخس. أنا جاية أساعدهم إني أزود ونشط وأحفز الحرق بتاع الدهون في جسمهم بشكل طبيعي بسيط، قاعدين في البيت من غير مروح ولا مجي ولا فيزيتا مدفوعة ولا حرمان من الأكل ولا رياضة شقة. أنا مش طالبة منك رياضة، لأني مديالك التعويض عن المشي بالساعات، الجرعة اليومية من الكورس النهاردة تحدي 15 كيلو ده بمقام ساعة ونص مشي، هتاخد كبسولة واحدة في اليوم، هتاخد حقنة في الشهر، وهتاخد باكت من القهوة الخضراء يوم بعد يوم. ده التكنيك الصح اللي هيتارجت ويستهدف 15 كيلو نزول في الشهر. ده التكنيك اللي وصلنا له، اللي من انجح البروتوكولات عشان تجيب نتيجه. نقوله تاني طيب كده يا دكتور، نعرفه تاني مع بعض. هناخد كبسوله واحده يوميا تقفل لي الشهيه وتشتغل لي على الحرق طول النهار، هاخد حقنه عضل دي مكثفه لحرق الدهون تهد جبل دهون في جسمي، باخد واحده في الشهر، وباخد باكت من القهوه الخضراء البيور مش متخلطه، دي بيور، باخد واحده يوم بعد يوم. التكنيك ده احفظه جدا في عرض النهارده تحدي ال 15 كيلو، تاخد التكنيك ده اول يومين هتبقى متلخبط، لكن بعد كده هيبقى الموضوع سهل، حتى الباكت هتحطه في جيبك، الكبسوله هتحطها في جيبك، هتبقى عارف هي حقنه في الشهر. شوف جسمك هيتعامل ازاي مع الدهون، شوف جسمك مش هتحس انك بتحرق، انت كل اللي هتحس بيه بتغيير على الميزان كل اسبوع مع المتابعه مع الفريق الطبي، بس التابع مع الفريق الطبي كل اسبوع في تغيير، كل اسبوع في فرق على الميزان هشوفه، في كل اسبوع هلاقي مقاس حزام بطني بيقل 13 سنتي بفعل حقنه الحرق اجتماعها مع الكبسولات. الكبسوله دي يا جماعه من الكبسولات الذكيه جدا، بتشتغل على دهون تحرقها وشهيه مفتوحه تقفلها. النوع بيبقى تخسيس، تاني نوع على حسب انت هتثبت تاني شهر ولا عايز تنحت ولا هتكمله تاني، ولا عايز تكمل تخسيس تاني شهر لو انت من اصحاب الاوزان العاليه. فالكبسوله التانيه بيتم اختيارها على حسب حالتك ووزنك اللي عايز توصله، هو عباره ده بروتوكول. كل حاله ليها الكبسولات بتركيزها المعين اللي بيناسب سنك وبيناسب حالتك، المهم اني احول جسمك وحياتك للافضل من الصحه للاحسن، يبقى النفس اريح، مفيش نهجان، طلوع السلم يبقى بشكل سهل وبسيط، الضغط العالي اللي بيرتفع فجاه ومش عارفين ليه، السكر التراكمي اللي بيزيد، ونسبه الدهون الثلاثيه والكوليسترول اللي فجاه بتعلى في الدم عندنا وبنحس باعراضها ومش فاهمين ليه. كل
كل ده سببه وجذره الدهون المتراكمه في جسمك. حتى لو انت وزنك 90 كيلو، ممكن الوزن 90 كيلو ده ناس شايفاه بسيط، لكن هو ده كتير على ركبك وعمودك الفقري وعلى اجهزه جسمك. فلا ده غلط، لازم نبدا ان احنا نقنن اكلنا. طب ازاي واحنا مش متعودين على الدايت ومش بنحبه؟ لا، الكبسوله هتقنن وتسيطر على الشهيه ومن اول يوم. حلو قوي. يبقى النهارده الكبسوله بتاعتنا مش بتعمل مثلا حاجه واحده ولا اتنين ولا تلاته، انا شايفه دكتور هبه بعيد وراء اكتر من 10 وظايف للكبسوله بتاعتنا النهارده. اهمها زي ما قالت لنا، من اول يوم هحس ان الشهيه بتاعتي قلت، بدل ما انا رايحه جايه في البيت عماله ايدي شغاله بالظبط نقنقه زي ما انت كده شبهتينا نقنقه العصافير. نقنقه العصافير. لا، النهارده من اول ما هناخد الكبسوله بتاعتنا من اول يوم الموضوع ده خلاص، شكرا مش هحس بيه. هلاقي نفسي طول اليوم انا حاسه ان انا شبعانه، مش محتاجه ان انا اقعد انقنق في الكلام ده كله. ادي اول احساس معايا، من اول اسبوع بلاقي على طول وزني قل، وزي ما دكتور هبه قالت بالمزوره او بالميزان على طول بلاقي وزني قل من اول اسبوع، وده بيخلينا بقى ايه عايزين نكمل اكتر واكتر واكتر. طيب بالنسبه للكبسولات النهارده معانا نوعين كبسولات. الاولاني التخسيس اللي هو الشهر الاولاني، الشهر الثاني على حسب لسه وزننا عالي وعايزين ننزل تاني هناخد الكبسولات التانية تخسيس. طيب انا اكتفيت وجبرنا خلاص بال 15 كيلو الاولاني والحمد لله انا عايزه اثبت على كده، هاخد النوع التاني الكبسولات التانية تخسيس معايا، هاخده تثبيت. تثبيت مين بقى اللي معايا على طول وبيتواصل معايا وباخد ودي معايا اقول له انا عايزه كذا واعمل كذا وسوي لي كذا؟ الفريق الطبي. ودي فايدة المتابعة يا جماعة، وعلى قد أهميتها الكبيرة جدا جدا على قد ما هي مجانا. احنا عندنا العكس، الحاجة المهمة قوي والمطلوبة قوي في أي حتة اللي بيحصل بتغلى بصراحة وسعرها بيزيد. النهاردة لا، احنا عندنا المتابعة مجانية مع فريق طبي من أعلى مستوى، وعندنا كمان الشحن مجانا لجميع المحافظات، بيوصل لكم البوكس النهاردة لغاية باب البيت من غير ولا جنيه شحن. طب ايه المطلوب في كل ده؟ هل مطلوب مني ان انا البس واخد عيالي في ايدي وانزل واروح للدكتور الكلام ده كله وانت قاعده في مكانك زي ما انت دلوقتي كده تليفونك في ايدك، هتتصلي على اي رقم من الارقام اللي موجوده على الشاشه، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، ده لو لقينا الارقام كلها ما جمعتش معانا، ادخلي على اي رقم من دول على الواتساب بتاع الرقم واطلبي على طول عرض النهارده او بوكس النهارده. كمان صفحه الفيسبوك مهمه جدا جدا اهي قدامكم يا جماعه، دي الصفحة الوحيدة والرسمية، ادخلي على الصفحة في كومنت في الرسائل اطلبي عرض النهارده، وعلى طول هتلاقي دكتور او دكتورة من الفريق الطبي بيتواصل معاكم ويمشوا معاكم لغاية ان شاء الله ما تخرجوا من دايرة الخطر لدايرة الامان بإذن الله. والصحة كمان، والصحة اهم حاجة طبعا. النهارده كورس النهارده قوي جدا، احنا بنقول مفيش اسعار زادت، لا اللي زاد النهارده الخصم. انا من زمان من قبل رمضان تقريبا احنا الوحدة اللي بنزود خصم، بنزود خصم بجد، بزود الخصم. احنا الوحدة اللي بنزود الخصم مش بنزود الاسعار. بالظبط كده، انا النهارده مزوده الخصم عن كل الاسابيع اللي فاتت. انا من قبل رمضان موقفه ان كورس وعليه كورس تاني هديه، او شهر وعليه شهر تاني هديه، انا منزلاه دلوقتي تاني النهارده بعد غياب شهور، ومنزلاه لمده ساعتين فقط. يعني انا بحب ايه اشوقكم واخلي الناس تتصل واخلي الناس تجرب معانا واخلي الناس تنجح في التجربه دي. وعايزه اقول للناس اللي لسه قاعده حاطه ايدها على خدها ان في امل، الياس ده خلاص انتهى، ما عادش فيه خلاص الطرق المعقده. اتحرم وافضل اتجلد بطرق دايت وباكل قارص مضايقني ومش بحبه وما بيحسسنيش بالسعاده. ده عذاب يا دكتور، عذاب. بيبقى ناقص يدخلوا اوضه ويقفلوا عليهم عشان لا ياكلوا ولا يشربوا. يا شيخه في ناس عندهم قطعه الهريسه دي سعاده، بتديهم سعاده. صح، وده صح. لان فعلا الحلويات بتدي شويه سعاده لانها بترفع هرمون السيروتونين عندنا، فبتدي نسبه السعاده. هي سعاده مفبركه بس هي بتدينا سعاده، خلاص عامله زي قطعه الادمان كده. فاحنا خلاص ما بنستغناش عن حته الحلويات بعد الغداء زي ما ناس كتير قوي متعودة. بس اهم حاجة لما تيجي تاكل حلويات زي دي تاكلها بعد الغداء بساعتين، ما تدخلش نشويات وكربوهيدرات وبروتينات مع سكريات، ده غلط بقى، ده غلط. قافط حالك كل حاجة بتاكلها، بس لازم نفصل السكر عن كل اكل الغداء تماما. يعني ما ينفعش بعد الغداء على طول. لا غلط. لا بعد الغداء ناكل فاكهة او عصاير فريش، لكن بند الحلويات نسيبه ما بين الغداء والعشاء، ويا ريت ما يبقاش بالليل قوي. يعني مش بالليل اروح ادوس على الحلويات او ادوس في طواجن ونشويات. ليه ما نتجهش ان احنا ناخد جزر،
خيار، لان ليه انا قلت جزر وخيار دونا عن الخضروات؟ لان كلهم مليان الياف وبتاكل، الخيار الواحده ممكن تشبعني مع الكبسوله فعلا هتشبعني، هتشبعني ده لو انا جعت، لو انا جعت. خليك دايما في الحاجات الملونه، خضار وفاكهه زي ما بديك، وافتح لك كل الاكل تاكله وخليك تخس طبعا بفضل الله. فانا برضو بحب انبهك للاكل الصح، بلاش الجنك فود، بلاش الفاست فود، بره واحده في الاسبوع. مش عايزين ان احنا كل حلقاتنا يبقى نظام احنا بنبيع، لا احنا مش بنبيع، احنا بنحب نوجه الناس لللايف ستايل بتاعهم مش صح في الاكل بالكميات الرهيبه وبيعتمدوا على الاكل من المطاعم بره. لا ارجع تاني للبيوت القديمه اللي هو اكل البيت، والله لو عيش وجبنه وطماطم او بطيخ بس في البيت ومعمول بنظافه جبنه وبطيخ احسن من سندوتش شاورما بره. انا عن نفسي طب جبنه وبطيخ ينفعوا بالليل اهو، وفيها ايه لما اخد نص شقه جبنه حادقه او جبنه اسطنبولي بدل اللي انا عملته امبارح؟ طب ينفع وشريحتين بطيخ امبارح الساعه 1 بالليل؟ عملت ايه؟ جه على بالي ان نفسي اكل مكرونه بالوايت صوص، يعني دقيق ولبن ومكرونه وكده، فرحت قايمه عملت طبق كده. هو كده بقى بصي افكار الانسان اللي هتوديه في داهيه وسخنه بقى يا دكتور كده، كنت تعالي كلي معايا. انت بتحمسيني ليه دلوقتي؟ هو انا قدامي مكرونه؟ انت بتحمسيني ليه؟ لو كنت اتصلت بيكي امبارح كنت جيتي هتاكليني ازاي؟ كنت جيتي دوقتي معايا المكرونه الوايت صوص بقى. ما حطيتيهاش في عيش زي عوايدك؟ لا لا دايما احنا بتحط المكرونه في عيش، والله وعملت لنا حلقه زمان كده. فاكره سندوتشات المكرونه؟ مكرونه بالعيش زي والدتي بالظبط، تحب تحط المكرونه في العيش والكشري في العيش كل ده نشويات. انت دوقتي قبل كده سندوتش المحشي؟ لا سمعت عنه بصراحه، انت قلتي لي عليه قبل كده. سندوتش المحشي يا جماعه، سندوتش المحشي النبي حلوه القعده الكرومبه. لا المكرونه بالليل بقى كانت حلوه حلاوه يا دكتور. لا انت لازم بقى تمسكي، بصي لو لقيتي نفسك بتكرري العمله دي تاني لا هديكي كورس. فاكره هتقولي لي انت لازم تعزميني؟ لا لو كررتي العمله دي بالليل ليه يا جماعه؟ لا لو انت عملتي العمله دي تاني وعد قولي لي وانا هجيب لك الكورس. حاضر ماشي. لا بجد ماشي والله هتلاقي نفسك بصي سرحان، انا عارفه انك بتموتي في المكرونه. هقول لك حاضر، بصي يا دكتور هعمل لك كده. ايوه هقول لها حاضر بجد والله. واي واحد متعود ياكل مكرونات ورز ومحاشي بالليل لا انت الزم الصمت، اتصل بالفريق الطبي قدامك هيدي لك الكورس اللي يقفل لك الشهيه ويقنن. هو مش هيقفل نفسك، هو هيقنن ويسيطر ويتحكم في الشهيه المفتوحه. مش هيخلي الحاله دي مش تفكير. بالظبط مش هيخلي الحاله دي زن وزن يا جماعه، ده الفرق بالزبط. زي بالظبط حاله الحلويات برضو اللي بتجي لنا بالليل، يعني بصوا تلاقوا نفسكم مش عارفه يا دكتور ايه السر بعد الساعه 9 بالليل نفسك تاكلي حاجه حلوه بالظبط قبل ما تنامي. ليه؟ انا مش فاهماها، مش فاهمه بجد الحاله بجد دي. والحاجات دي والحاجات اللي هي زي الاندومي والحاجات اللي دايما الاولاد بيحبوها، الحاجات دي بتزود قوي يا جماعه في الاوزن. وخلي بالكم عايزه اقول هو نظام الاكل، احنا الاكل ده نعمه من ربنا، بس ان انت بتدوس قوي وزن قوي وبتهبد وبتحرق بنزين جدا في موضوع الاكل ده غلط والله. انت فعلا لو الناس تحس بالناس اللي اوزانها زادت لل 150 و 160 مش عارفين يتحركوا فجاه خلاص اصابوا بالضغط العالي. انت بقيت مريض ضغط عالي بسبب دهون، بسبب شهيه مفتوحه، بسبب زن 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 اكل 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 شغال. حتى لو انت مش جعان قنن الشهيه. النهارده كورسات سد الشهيه من اول يوم دلوقتي من اقوى واجمد كورسات في مصر وامن ومرخصه من هيئه السلامه والغذاء. تيجي نشوف كده صور قبل وبعد. يلا بينا نشوف الانجازات الحلوه معانا النهارده. بصي كده يا دكتور مثلا الصوره دي. بصي بقى على فكره ده لعب في شهر. لعب في شهر وصل الوزن اللي هو عايزه. بصي ما شاء الله في شهر يا دكتور وصل للمرحله دي شهر معقوله؟ كان عنده شويه دهون في البطن طبعا هي مش باينه قوي من البدله، بس اكيد انتوا شايفين البدله طالعه لقدام شويه. ايوه بالظبط. وفي الجناب وفي في الظهر. جسمه كان كويس بس عنده مشكله الجزء الاوسط من جسمه من اول الصدر البطن الجناب الظهر في كميه دهون. اشتغلت عليه بكوكتيل نحت وتخسيس وسد شهيه وحرق دهون، كوكتيل مركز ما شاء الله. هو سنه في تقريبا في اخر الثلاثينات، كويس معايا، صحته كويسه. في خلال شهر مش قادره اقول لك نزل كام عشان مش عايزه الناس يخلوها مقياس، مش مقياس. 17 كيلو اول والله شهر والله ما شاء الله. بس يا جماعه مش مقياس، ده سن على جاي. حسب الجسم والسن والحاله الصحيه. يعني انت لو راجل قدامي في سنك في الثلاثينات او العشرينات او كمان في الاربعينات صحتك كويسه بتجيب اول اسبوع معايا 8 كيلو
اول اسبوع انا أول اللي بيقول العياده الشباب اللي زي دول في الثلاثينات والاربعينات وفي العشرينات صحته كويسه بيجيب اول اسبوع 8 كيلو، ثاني اسبوع بيبقى في رينج ال 5 6 كيلو، ثالث اسبوع برضه بيرجع كده 5 كيلو 4 كيلو بالكبسوله بتاعتنا النهارده، بالكبسوله وبالكرسي القوي، ما انا مدياله كرسي قوي جدا صحته ما شاء الله الله اكبر بتجيب معايا وفي استجابه جميله. طيب انا لو السن كبير اصحاب ال 50 سنه وال 60 سنه ظروفهم ايه واللي عندهم مشاكل في الضغط بيقل الحرق شويه بس لازم تغيير، ده تحدي لازم في تغيير، لازم في فرق، مستحيل تلاقي نفسك ثابت على الميزان، ولو ثبتت معايا على الميزان مش هقول لك ما بتحصلش، ممكن تحصل، الفريق الطبي عنده الابتكارات، عنده الطرق الاحترافيه اللي يعرف يراوغ الجسم الذكي اللي بيحاول يحافظ على الدهون ومش عايز يفقدها، بنعرف لينا تكات وحركات ان احنا نضحك على الجسم نخليك برضه تخس بعديها على طول باسبوع، المهم ان يبقى الدكتور معاه الاسلحه الناجحه. في عندنا صور تانية. معانا صور تانية، يلا بينا انجاز تاني بالظبط هنا ده بقى. انجاز بس لسه احنا في الرحله، احنا لسه مكملين، احنا قلينا في الحجم كشينا، ما هو مستحيل هو مش منفاخ ان انا هنفخ في الجسم مش مصباح على ايديه، ياخد مراحله صح، هي لها مراحل وتدرج في النزول بنحترمها لان احنا بنتعامل مع جسم بشري. طب الحاله دي نزلت معايا قد ايه؟ 22 كيلو والحمد لله ربنا يديها الصحه، لسه مكمله معانا. شوفوا قد ايه منطقه الصدر كشت، منطقه الجناب، منطقه البطن، حتى الدراعات بتكش معايا بالتدريج بشكل يرضيها، بشكل وبفرق كل اسبوع معايا، تابعت مع الفريق الطبي، اخذت الجرعات في مواعيدها، وثقت فينا الحمد لله، حتى قالت حالتها الصحيه بكل امان لينا عشان اعرف اديها الكورس المناسب. النهارده كورس تحدي، والحالات اللي بنطلعها في كل الحلقات دي يا جماعه حالات تحدي، تبص لها وتغير صح. هي دي الحالات اللي المفروض تغير منها. اغير من الناس اللي بقوا احسن، مش احسن في حاجات تانية، في مناصب، في فلوس، لا، احسن في الصحه. الصحه اولا، الصحه هي دي، انا دي الحاجه، هي دي الكنز اللي في، دي الجوهره اللي في ايدك. غير من الناس اللي احنا بنقدمهم صور قبل وبعد. النهارده كورس تحدي 15 كيلو ولمده ساعتين، نزلت عرض قديم قوي ما نزلتوش من زمان، ولمده ساعتين، ان سعر الشهرين، ان الشهرين بسعر شهر واحد فقط، انتهاز، هتخس شهر والتاني هتثبته او تشتغل عليه نحت للمناطق اللي مضايقاك، او تشتغل شهر تخسيس تاني على حسب انت وزنك ايه وحالتك عايزه ايه. ده هتتم بالمناقشه مع الفريق الطبي، الشحن مجانا، وهتتابع مع الفريق الطبي مجانا. عندك كبسولات تقضي شهرين، عندك حقن حرق تقضي شهرين، وعندك قهوه خضراء رافعه للحرق خمس اضعاف. الكورس كله كده عظمه يا جماعه في الحرق. وغير كده وكده عندنا تاني ارقام التليفونات، عشان جالنا في الكنترول دلوقتي سؤال، طب انا بسرعه عايزه الحق العرض بتاع النهارده، ارقام التليفونات على الشاشه، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب وكمان صفحه الفيسبوك، تلات وسائل اتصال بالفريق الطبي، وشايفه انا ان الثلاثه اسهل من بعض بالظبط، ولا فيهم واحده لازم تنزلي وتروحي وتيجي وبعد كده استشاره وبعد كده تدفعي مش عارف ايه ولا تعملي، فيش الكلام ده خالص، وانت قاعده في مكانك في بيتك هتتصلي باي رقم من دول او اي رقم من دول عليه خدمه الواتساب، تقدري تدخلي على الواتساب او كمان صفحه الفيسبوك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا يا جماعه. اظن مفيش اسهل من كده، مفيش كمان اسهل من ان انا اخس وانا محدش طلب مني حاجات شاقه ولا حتى ميزانيه، لا ميزانيه ايه، ده انا عامله لك خصم، وده غير الخصم، عامله لك شهر كمان مجانا. طيب حد طلب مني ان انا احرم نفسي وان انا اعمل لاولادي اكل واعمل لنفسي انا اكل تاني؟ لا بالعكس، اعملي اكلك العادي جدا في البيت، الحلويات العاديه جدا، عيشوا حياتكم اليوميه عادي جدا. كل الفرق ان انا عندي كبسولة هاخدها يوميا، وعندي القهوة الخضراء الجميلة بتاعتي هاخدها يوم ويوم لا. ودكتور هبة دلوقتي قالت لنا كمان أنبولة الحرق اللي هي المركزة جدا جدا الأصلية، مش اللي موجودة في سوق ده، لو لقيتوها دي الأصلية بتاعتنا بالتركيز الأعلى، هناخد واحدة واحدة بس في الشهر، بس ده كل اللي مطلوب مني. في المقابل انا بتحول لإنسان تاني خالص، صحة، حركة، حياة جديدة، شكل جديد،
وزي ما دايما بنقول لكم معانا في الكورسات بتاعتنا، لما بنخس بنحلو في نفس الوقت، الملامح بتبان، البشره بتبقى جميله، الشعر بيبقى جميل، الكبسوله بتنحت للجسم، بنصغر بمعنى اصح. بالظبط. النهارده بنصغر وبنحلو. واحلى خساره هي خساره الدهون. اه طبعا. لان هي زياده في الصحه. صحة أفضل وحياة أحلى. كرسي التحدي فرصة لكل واحد فقد الأمل إن هو ينزل في الوزن. أوه. للأمهات اللي قاعدة في بيوتها وبتلملم أكل من وراء أولادها، بتزيد في الوزن، ما بتخرجش، قاعدة في البيت بس، بتزيد زيادة سريعة. أنا جاية النهاردة أقف معاهم أساعدهم، هتخس يا ست الكل وإنتي قاعدة في بيتك. إنتي بس تابعي مع دكتورة تريحك من الفريق الطبي، هتلاقي دكاترة ستات وفي رجالة، شوفي إنتي ترتاحي مع مين اكتر، لان انت ممكن تطولي معانا يبقى شهر كامل، ممكن شهرين، على حسب ما وزنك عايز ينزل قد ايه. في ناس عايزه تنزل 12 15 كيلو، في ناس عايزه تنزل اكتر 25 و30 كيلو، هتحتاج شهرين معايا. فالشهرين النهارده فرصه بسعر شهر واحد بس والمدة ساعتين فقط، معاه شحن مجانا، وهتتابع مع الفريق الطبي. ودي اهم نقطة في الموضوع، انك انت مش هتبقى لوحدك. فرق يا جماعة انك تاخد دواء من رف الصيدلية وتمشي مش عارف انت هتستعمله ازاي. طب لو تعبك، طب لو ضايقك، طب لو حسسك بشويه ارهاق او صداع او عصبيه او قله نوم، هتعمل ايه؟ هتسال مين؟ هترجع تسال الصيدلي يقول لك دي ده دواء. طب روح للدكتور. لا، انت معاك الدكاتره، معاك على التليفون، مش هقول 24 ساعه، طول فتره النهار بتشوف وقت المتابعه امتى وبتظبط. الدنيا بسيطه جدا، الدنيا سهله جدا، طالما انت لسه قاعد في بيتك تاخد القرار بس. بس دي اهم حاجه، ناخد القرار. طب يعني ينفع يا دكتور ان انا مثلا دلوقتي لو اتصلت بالفريق الطبي ورد عليا مثلا دكتور، ينفع اقول له معلش بعد اذنك انا عايزه دكتوره هي اللي تتابع معايا الفتره كلها؟ طبعا، في رجاله بتبقى عايزه مراتاتها لما تتكلم وتتابع، اصل هي هتتابع معانا على طول. يعني اسبوع ورا الثاني، فان هي في راجل حاكم على مراته، لا ما تتكلميش مع دكتور. صح. اتكلمي مع دكتوره ست، وده حقه طبعا. طبعا ساعتها عادي، في راجل حابب ان هو يتابع مع دكتور تاني، هو مرتاح في كده. يمكن عايز يكلمه عن مشاكل صحيه عنده قبل ما يبتدي الكورس، الكلام ده ما ينفعش الا مع دكتور. فطبعا، فعشان اختلاف الجنسين احنا وفرنا دكاتره رجاله وستات، والمتابعه دي طبيه مجانيه طول فتره الكورس. حلو جدا. ما تنسوش كمان يا جماعه ان النهارده الشحن مجانا لغايه باب البيت لجميع المحافظات، لغايه باب البيت من غير ولا جنيه شحن. ما تنسوش كمان النهارده معانا متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. وما تنسوش كمان اهم حاجه عندي، النهارده الكورس عليه كورس تاني هديه بشهر، وعليه كورس تاني بشهر تاني هديه. وما تنسوش ارقام التليفونات اللي قدامكم على الشاشه، هنتصل باي رقم من الارقام، لان كل العروض الجميله النهارده اللي فيها كلمه مجانا كتير قوي هي لمده ساعتين بس، فنلحق ان شاء الله من دلوقتي نتصل على اي رقم من الارقام اللي موجوده على الشاشه، وكل رقم عليه الواتساب، وكمان صفحه الفيسبوك اللي نزلت لكم اهي قدامكم، دي الصفحه الوحيده والرسميه، ودي الارقام الوحيده والرسميه. شكرا يا دكتور. شكرا شفيقه، نورتيني يا حبيبتي. استميلي حبيبتي. اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير ان كان لينا عمر ان شاء الله في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر. والسلام عليكم.